حصل الملح تفاجئهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية في هذا الفيديو مع عائلة أنا صالة، وتحديدا أصالة المالح اللي أعلنت فجأة عن سفرها إلى دبي، والجمهور عم يتوقع أنه سبب سفر أصالة في هذا الوقت تحديدا أنه هن عم يجهزوا لمفاجأة، والبعض عم يتوقع أنه أصالة راح تسافر لخطوبة أسامة مروة، حيث يذكر أنه أصالة المالح سابقا صرحت أنه في سفرة كتير مهمة لدبي. فشو توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ نمر أيضا إلى بسان إسماعيل ومحمود. سارة مساعدة بسان قامت بطرح سؤال على محمود، شو بفضل يجيه الأول، صبي أو بنت؟ ومحمود اختار إنه هو بفضل يجيه بنت. بس هلا تتجوز مع البسان، شو بدك تحب تجيب، ولد ولا بنت؟ أول شيء بنت. بنت؟ أيوه. غريب، اول مره بسمع هاي الخبريه. ها بالعاده الشباب بحبوا هلا انا بحب هيك، بس اسمعوا بتعرفوا ليش؟ شفت بنت نيمار فكتير حبيتها، بتشبه ابوها كتير، فرجيتها يا لفيسان. ان شاء الله فكر انه بنتي بدي اياها تشبه. لا حبيبتي رح تكون شبهني انا اكيد رح تشبهك انت. هلا مشكله انه حزنها شو